الإفريقية بعد مقابلة مثيرة، مقابلة مجنونة ضد شباب بلوزداد لمنتدى درجية خلته يكون في نصف نهائي المسابقة الأفضل والأعرق في القارة الإفريقية. معنا بالتليفون باش نحكيو معاه على المقابلة، كذلك مقابلة الأهلي اللاعب السابق الترجي سامي العروسي. سامي أهلا بك. مرحبا بك سلام، مرحبا بالمستمعين كسر سفان. مرحبا سامي. دونك أكيد كما قلت أنا ظهر لي مقابلة نهار السبت، حتى الأدرينالين طلع للناس الكل. لا ما نجمش نحكوا على مقابلة لالي الروتور، لما نحكيو على لالي معناتها نشوفوا شنو اللي عملنا في لالي، خاطر هي مقابلة كما نقولوا احنا الصوت الثاني، وكانت معناتها ماشية بالحاجات اللي عملناهم في لالي. في لالي مشينا فابوري معناتها، مشينا باش نعملوا ريزلتا على البابيي ديما في شباب بالوزداد. الترجي كان اقوى وكان خير، وكان معناتها في في عيني المحللين الكل يقولوا الترجي باش يرجع بالنتيجه ايجابيه من لالي، لكن العكس هو اللي حصل. ومشينا معنا في المقابله، ولكن بالزهر ولا باللعب ولا باليسار من تروز اوكازيون بالزياد مركز زوز الترجي ضيع، وخرجنا في نتيجه صعيبه اثنين بلاش، انما كما قالوا ماهيش مستحيله، وكانت الاراء الكل تقول نتيجه ما كانتش يعني تعطي القيمه الفنيه لزوز الفرق، يعني اثنين بلاش برا والاكستيريور ومع فريق زيري كانت برشا بعضها شويه. وكانت حتى الترجي في موضع اخطر معناتها سامي. اي سامي ديجا حكينا عليه ماتش الذهاب، ما عادش كنت تفكر بون، حابين نحكيو اكثر عن مقابله الاياب. شنو تبدل بين لالي والروتور؟ حطينا في موضع هذه حابين نخرجوا بيه، حطينا في موضع اخطر، واخطر تاع خروج معناتها صحيح معناتها في العقليه دخلنا انه صحيح الترجي 80 ولا 70% الترجي اوت معناتها من المسابقه هذه. جينا الروتور، المقابله كانت كما شفنا الكل، يعني المقابله كانت مقسومه بالنسبه لي انا، مقسومه لدو بارتي، بارتي قبل يعني هي ساعه ونص، بارتي فيها ساعه وبارتي فيها نص ساعه معناتها نص ساعه الاخرى، اللي هي اللي عامله الديفرنس الكل هي النص ساعه الاخرى معناتها، اللي صار في النص ساعه الاخرى هو اللي يحدد المصير نتاع المقابله نتاع يعني الزوز، يعني المقابله اللي وقابله الروتور. الترجي بدا بطريقه معناتها كيما نقولوا احنا ذكيه شوي، ما حبش يقبل، ما حبش يلعب زاد لوتو فور لوتو اللي يقولوا احنا الـ يعني كيما نقولوا الهجوم الـ يعني الاتاك بلاسي معناتها باش تطلع لي درو لي غوش، باش تطلع لي دو معناتها دومي نتاعك ولا دو دو رولير ولا دو اتاكون كاشي، مع انك باش تهاجم زاد بتروز اتاكون. يعني الترجي خلى روحه كيما نقولوا احنا، خلى روحه يستنى في الغلطه نتاع الفريق المنافس، يستنى في الانديفيديال، يستنى في نتاع كيلكوزان، يستنى، لكن الريتم كان لون. الفريق الجزيري كان يعمل ليكيليبر ديفونسيف تاعو، كان يلقاها فيسع، كان يغطي يمين ويسار، كان موجود الان وموجود الثاني يعني وراه، وهكاك يعني زاد هو تكتيكمون كان واقف بالكدا، لان الجزيريه والتوانسه في البلوك ديفونسيف يعني يلقاو رواحهم يعني في اللي يعملوا الكثافه العدديه، التالي يلقاو رواحهم تكتيكمون يلقاو روحهم يعني صعيب باش تعدي عليهم. ونجح الفريق الجزيري، وزاد صعوبه المقابله يعني تعدي 45 مينوت وتدخل للميتون من غير ما تملك حتى بوندو، وانت مطالب باش تسجل زوز باش تعدل ولا ثلاثه باش ترشح، يعني ذهنيا صعوبه المقابله في الشوط الثاني. لكن اللي صار انه بالتغييرات يعني اللي صارت دخول بلغيث الشتي زاد عاون شوي قدام، وتغيير اخر صار ما حكيناش عليه ما حكاوش عليه برشا اللي هو خروج سمام والنقاز يعني رجع كسيان. ثم حاجتين صاروا، انه الترجي تلعب فوق اكثر، الترجي النقاز وبدران لقيناهم بعد السنتر، وهما بارفوا النقاز هو اكسيالا يسنتر يعني يصير باش يسنتر الكوره معناتها، ولات تريونجل على اليمين بين النقاز وسامح الدربالي والشعلاني، ولا تريونجل ثاني على اليسار بالشعلاني كان يتحرك برشا لاتيرال لانه خفيف اخف من كولي كوليبالي، وكان يتحرك يمين ويسار، وكان يعاون حتى هذه التركيبه الامثل لخط وسط الميدان، خروج كوليبالي دخول الشعلالي بن غيث وبرمضان، هذو من الامثل في وسط الميدان والا لا؟ هجوميا هجوميا هي الامثل، لانه الشعلاني يتحرك اكثر من كوليبالي، كوليبالي حتى الماس مسكيلير نتاعو خشينه يعني ما يعملكش الديستونس طويله، يعني الديستونس طويله اللي يعملوها لي بيفو معناتها في الكوره. شوف حتى في لي ميسكل معناتها بتاع 100 متر، وشوف لي ميسكل نتاع اللي يعملوا 4000 لك الجماعه تاع كاتينيا وجماعه، تلقاه ضعيف وتلقاه باش ما ياكلش برشا اكسجين. كوليبالي ما يتحركلكش في التيران برشا، ما يتحركلكش يعني بلغي الكوره ما يتحركلكش. كوليبالي يتحرك كان كي تبدا عنده الكوره، والا كان كي يفك،
يعني هذوما يعني ماهوش ان بيفو، راه كوليبالي ما يجيش ان بيفو اكسيال بالماس مسكيلير هذيك. الشعلاني كان يتحرك اكثر، كان يمشي يمين وكان يمشي يسار، حتى الشعلاني وصل انه هو بيفو اكسيال وصل تلب الكره لقدام، وحتى خرج يعني عمل لي اندو وخرج مع الجارديان دو بيت. الشعلاني في البونت الثاني عمل لي سيون نومبر القدام على اليسار مع الشتي، وكان قريب ادو 3 متر ومعاهم البدري، وجد جاي بالرمضان خذا لي سباس، عملوا الكات كونتر كات وخذا لقى روحه بالرمضان في سباس نتاع تير عنده يعني 2 متر قدامه، عمل الجيست تكنيك نتاعو دار، خذا الكره وحط يعني خزر الكاش في عقله وشاط، حتى الديفونسور ما خلطش. يعني التركيب الامثل انه غايله بالرمضان وبالغيث يكونوا دو دومي روليور، ما نقولوش دو بيفو نقولوا دو دومي روليور، دو معناتها دو دومي والا دو زاتاكون كاشي يعملوا لي سوتيان بالغيث في البونتو الاولاني لقيناه في وسط 18 يعني في رجوع الكره بالرغم هي اتاك يعني عملنا الارسالمون وغلطت غلطت معناتها الديفونسور خذاها شتي وسنترها خذاها بسيط وحتى على البار، لكن بالغيث لقيناه ان دوزيام اتاكون لقيناه موجود حاضر عمل الكونترول في عقله واقرب حتى من الديفونسوريت وشات ماركه. يعني سير نومبر القدام توصل تعمله الا ما تكون عندك يعني التحرك كبير. سامي كنت كتبت ستاتيو شفتها انا فيها حكيت فيها باستفاضه فنيا على خالد عبد الباسط ورجعت حتى الكانديدات العوريه، شنو حبيت تقول منها الستاتيو هذيك؟ انه لاتاكون احنا لاتاكون يزيد نشوفوا الكاليتي نتاعو ونستغلوه بالكدا. احنا كان جاي تراوري كي جا لتونس وقتنا موجود وقتها في الاسبيرونس، انا كنت في المستير عام 2001 كي جا اللي كان جاي تراوري بالرغم موجود مع لي زيتوني بالرغم موجود مع اسكندر صويح وجاور المنياري وكلايتون وكيف كبيره، لكن الاسبيرونس اللي ليتوال هربا 7 بوان وكان جاي تراوري مركز 3 بونتو واسكندر صويح يعني ما لقاش روحه والكيب كل ما لقاش روحها. كي رجعت انا في ديسمبر علاش راه مش نقص في علي زيتوني ولا كان ديتراوي لانه انا كنت كنت حكيت انا واسكندر لو دو زاتاكون كانوا يقعدوا في 18 اسكندر ما لقاش حد شكون باش يلعب الكيب ما تمشيش. كان كي يخرج مع يولي ضعيف، كي يخرج من 18 يولي ضعيف، علي زيتوني كي يخرج من 18 يولي ضعيف، قوتهم الزوز هما في 18 متر يعني اتاكون دي سيرفاس. اما ليسبيرونس ما تلعبش بدو زاتاكون سامي تو، لكن حتى كي يخرج كانديا الوقت هذاك انا كي لعبت انا وقتها خليت خلينا كانديا نقولوا انا خرجت نوفي دمي كيما تو تلعب بنوفي دمي البدري وتلعب بالنوفي دمي اللي هو الريليور ما مش نوفي دمي البدري يا سامي، البدري يلعب على اليمين على كلوار علي كلوار كان الماتش هذا يلعب بنوفي دمي خذوا له بالكدا تلقوا برشا في الوسط ما وحتى سيره البونتو راهو خاطر خلى الكلوار للنجاز يعني ينجم تبدل السيستم فهمتني ولا ينجم يدخل لك ان دوزيام اتاكون. قلت لك عاد عبد الباسط كي يخرج من الدزويت يضعف لانه يعني التكنيك ما مش قوي، كان جاي بالتكنيك القويه وبالكاليتي فيزيك هذيك يلعب في الاوروب ما يلعبش في تونس رغم اللي ضيع كرات ماتش هذا سامي يقولوا يمكن احسن مقابله لعبها في من اجل ترجي عبد الباسط، شو رايك انت؟ انا بالنسبه لي انا خلق لي تروا بيوت الماتش هذايا يعني ثم كوره ما خذاهاش بالراس كان دونجورو على الاخر كان خذاها ثم كوره خذاها بالراس وجت على البار كان ينجم ولو اني ما تضيعش هي بدا الكره هذيك كان مش بالغيث معناها ما تضيعش نقولوا عطاها حقها وثم فراب زادك يعني عطاها حقها يعني ثم التروا بيت في سقي احنا عطينا تاكون يخلق لك ليزوكازيون دو بيت لانه ينجح ولا ما ينجحش من بعد الخدمه قدام الدزويت والخدمه في وسط الكاش اللي هي ناقصه شويه في الاسبيرونس راهو ناقصه يلزم اتاكون سبيسيفيك يباني لي زاتاكون ويا لي كاليتي نتاعهم باش يتحسنوا راهو الخدمه قدام الكاش ولات حتى الخدمه سبيسيفيك يعني انا نقول عبد الباسط سي ان جرون ما نقولش جرون جوار نقول ان اتاكون دو سيرفاس ما يلزموش يخرج من الدزويت ويقعد قوي ونعرفوا نلعبوا عليه لي سونتراج لو لي كاليتي فيزيك نتاعو ما تمش راهو معني في تونس انا ما زيد حتى ديفونسور ينجم ياخذ معاه ديول في تونس فهمت القوه نتاعو باهي فما فما تدوين اخرى سامي قلقت شويه الاحباء نتاع الفرق الاخرى كتبت فماش اربع كبار في تونس فما كبير واحد شنو قصدت بها؟ فماش مش استنقاص من الفرق الكبيره خاصه سي اس اس ليتوال كلوب لا لا اللي يخدم على روحه يلقى فهمت ولا انا نقصد بطريقه اخرى انه الكوره قاعده تتبدل كما البي اس جي تو في فرنسا من اللي جاء نتاع البين سبور هذاك اسمه خليفه ولا خليفه ناصر الخليفه يعني يبدلها ولا البي اس جي بالي اخرى يعني هربت بالكيبات تاع فرنسا الكل ترجي راهي تو معناتها الجمعيات الكل كبيرة ما عادش تحس انه ثم اكيليبر بين الجمعيات الكبار بين الترجي والاتوال والسي اس اس والكلوب ثم جمعيه خرجت مشات طلعت لفوق برشا طلعت فاتت برشا وثم جمعيات قعدوا في الاكيليبر نتاع الجمعيات الصغيره انه حتى انه جمعيات كبيره طاحت في النيفو نتاعها حتى في خدمتها في الريزلتا نتاعها طاحت في النيفو انه لا اسمعني جمعيه كبيره في القاعده في من قبل لو ما يعملوش دو ديفيت ولا ان ديفيت ولا دو ديفيت ورا بعضهم ولا باليين تاع تروا ماتش ورا بعضهم خايبين
اي هاي الترجي خسرت مع بلوزداد، خسرت مع السيابي والمتلاوي ولا بعض. لا لا السيابي والمتلاوي بدوزيام ايكيب وماهيش كونسنتري على الماتش نتاع الشامبيونا، وهذا الشامبيونا نتاعها ماهيش ريفيرونس. الترجي يهرب بالشامبيونا 10 بوان، الترجي لعبه بدوزيام ايكيب اكثر من شطر الماتشات وهذا الشامبيونا بسهوله. يعني اللي راه الكل يقول الترجي هذا الشامبيونا بسهوله. الترجي بالخدمه نتاعها بالايكيب هذيا ولات هي في بالي اخرى، والايكيبات الكل قاعده في بالي اخرى. نحبهم يطلعوا وانا مش نحبهم يطلعوا، لكن هذه الحقيقه تو في تونس. ترازي مرشح العام الجاي باش الشامبيونا، ترازي مرشح باش الكوب، يعني على اماتش لازم تربحها راه ترازي، في اماتش لازم تربحها. اما سيزون صحيح نيفو بعيد على بعضه، لا صحيح صحيح فوالا هذا ما تنجمش تقارن تو بالديفكتيف نتاع الاسبيرونس. اللي انت عندك استنى عندك البدري وعندك توغي وعندك الشعلاني. ليه عندك عند واضح واضح عندك دوزي كيب. عندك دوزي كيب، عندك دوزي كيب. نحكي لك انا اللي موجودين في البنك. فهمتك. هذوما كيب ناسيونال الخنيسي. هذوما موجودين في البنك. صحيح. معناتها هذا فرق بعيد. فرق. يعطيك الصحة، شكرا لك سامي على كل التفاصيل الفنية ما ديتنا بها. بعد شوية باش يكون معنا عصام المرداسي نحكيو على مقابلة السي اس اس شيبة القبيل.